السلام عليكم، معانا برنامج قوي جدا اسمه ميك هيومن. ده بيخليني اعمل اشكال ثلاثيه الابعاد لاشخاص واقدر اضيفهم في برنامج زي برنامج اليومن، زي 3 دي ماكس، زي المايا وهكذا. طيب الفكره بتاعته بتعتمد على ايه؟ ان في شكل اهوت، وبتبدا تختار مثلا النوع، تمام، العمر، ممكن تخليه طفل صغير بالشكل دوت، كل العضلات، الوزن، الارتفاع، هل هو الجنس بتاعه افريقي ولا لأ، اسيوي ولا لأ. طبعا لما بزود في الاسيوي الباقي كله ايه بيتغير. وبعد كده العمر هتلاقي في حاجات خاصة بيها، النوع في حاجات خاصة بيه، الوجه يعني ممكن نركز بقى كده على الوجه شوية اهوت. تقدر تغير في الوش، تقدر تغير في الهيدفات، في الزاوية بتاعة الوجه، انجل الاوفال، يعني ممكن يبقى برنامج خاص بالتعرف على الشرطة وكده. طبعا كل واحدة من دول بتقدر تخش تغير فيها، تمام، يعني ممكن الانف نفسه تقدر تلعب فيها لوحدها زي عملية تجميل كده. الودن اليمين غير الودن الشمال، بس هو المفروض كان يديني اختيار ان انا اغير في الاتنين مرة واحدة. ممكن تقول مثلا عايز اغير الجزء دوت، الايد اليمين الشمال فوق تحت زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيهم براحتك. هنا راندوم لو عايز تجرب حاجة راندوم، كاستم اهوت، تقدر تمسك الجزء ده مثلا، تقدر تمسك الجزء دوت تعدل فيه. تمام، بعد كده ممكن تدخل هنا في الأشكال، تقدر تدخل بقى العين نفسها عايز تعدل فيها وهكذا. كل واحدة من دول تقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز، تختار الحاجة اللي انت عايزها. الماتيريال بتاعت العين مثلا، هنا تختار بقى ان انت تشوف الشكل دوت، بحيث ان دي الأجزاء اللي هتتحرك معاك، تبدأ تتحرك من النقطة دي من النقطة دي، مينفعش تتحرك من النص هنا وهكذا. طول ما انا عايزها تبقى مظبطة للجيم، ممكن تقول بقى انا عايز حركات رياضية بالشكل دوت. طب حركات ان هو الراجل قاعد مثلا، طيب الراجل هو مستند مثلا، بتلاقي الحاجات موجودة اهيت، فتقدر تختار منها اللي انت عايزه. ممكن بقى تختار الاعدادات بتاعت سيتنج اوتو زوم كاميرا مثلا اهوت، وهنا تقدر تختار تبص من قدام، من ورا، من جنب، من فوق، من تحت وهكذا. كل ده عشان تعمل الشكل بتاع الوجه، وتقدر تعمل تراجع من هنا، تقدر تقول له انا عايز اعمل سموث للشكل لو انت حابب، لو انت عايز تشوف الشكل كوير فريم ممكن تشوف الصورة، ممكن تقلب الشكل اليمين شمال شمال يمين وهكذا. طيب دلوقتي لما اخلص خالص عايز اعمل سيف للشغل، تقدر تدخل تعمل سيف، تختار المكان اللي عايز تسيف فيه. ممكن تعمل اكسورد دي اي اي اف بي اكس اوبجكت 3 دي اوجري اس تي ال، كل الامتدادات دي بتتقبل البرامج المشهورة جدا في موضوع نمذجة الاشخاص ثلاثية الابعاد. وزي ما انت شايف هو برنامج سهل ولذيذ، واتمنى يعجبكم.